نحكي عن الميكل دايفرتيكولم. الميكل دايفرتيكولم بيجي عليه اسئله 1 الى 3% يعني 2% اوف بوبوليشن هو نسبته. موست كومن جي اي تراكت انيمالي اوفر اول. ميل للفيميل 2 ل1 عند البويز اكثر. سيمتوماتيك اونلي ان 2% يعني 98% بيكون اسيمتوماتيك. بريزنتيشن ستارت على 2 ييرز اوف ايج حوالين ال 2 ييرز. هم اعمارهم بيكونوا اطفال 2 years 3 years 4 years حوالين وزاكن هم البيك لهم عند 2 years. 2% of population already 2 ل1 male للفيميل. symptomatic only 2% site 2 feet from ileocecal valve باتجاه الإيليام. 2 feet اللي هو يعني 66 سنتي من الإليوسيكال فالف باتجاه الإيليام يعني هو بالسمول بول الموقع بيكون. length 2 inches يعني بنحكي عن 5 سنتي length له. الديامتر له 2 inches كمان الديامتر. التشيو يحتوي على 2 types of tissue اللي هو gastric tissue or pancreatic tissue. كونه بيحتوي gastric tissue لذلك يمكن can be complicated by melena and can be complicated by GI bleeding. هسا هاي القاعدة بسموها rule of 2s بسموها rule بسموها اللي هي اللي هي بنسميها احنا طلابنا سميها اللي هي رول اوف توز سموها رول اوف توز. هاي ننتبه لها رول اوف توز هاي للنيكل دايفرتيكولوم. موست كومن بريزنتيشن از بينلس ماسيف برايت ريد بلاد بالريكتم. بنركزوا انه طلابنا ما بينلس بتكون بدون الم ماسيف بتكون برايت ريد بلاد بالريكتم عند طفل موستلي فيرست 5 يير اوف لايف اول 5 سنوات في الحياه. اصلا موست كومن كوز اوف ماسيف بينلس لور جي اي بليدنج عند طفل عمره around يعني أول 5 years يعني first 5 years of life هذا بكون ميكل دايفرتيكولوم most common. هسا لو حكى لي infant اللي هو أول سنتين most common cause anal fissure. لو حكى لي children in the first 5 years of life اللي هو العمر يعني مش infancy يعني عمر 3 سنوات أو 4 سنوات الجواب بيكون اللي هو ميكل دايفرتيكولوم. الفرق الانر فيشر بيكون بينفول اما الميكل دايفرتيكولوم بيكون بينلس. الانر فيشر بيكون مينيمال هون بيكون ماسف هذا الفرق بيناتهم. الاثنين اللي هم بيعملوا لور جي اي بليدنج. موست كومن بريزنتيشن ان ادلت از انسان ابستراكشن او موست كومن كومبليكيشن للميكل دايفرتيكولوم عند الادلت هو انسان ابستراكشن. لذلك انسيدنتال فايندينج للميكل لانه زي ما حكينا 98% من البوبوليشن بيكون عندهم اسيمتوماتيك سايلنت. طب هذول اذا اكتشفناهم اثناء العمليه الجراحيه شو لازم نعمل استئصال. يفضل نعمل استئصال ليش تو افويد الكومبليكيشن. Diagnosis gold standard is technetium 99 scan. صورة بمادة نووية اسمها technetium 99 scan. Technetium 99 scan. Treatment is resection. يفضل أن نعملها resection. إذا اكتشفناها بالصدفة لازم نعملها resection. وإذا كانت سيمتوماتيك أكيد لازم نعملها resection. هذا هو موضوع الميكل دايفرتيكولوم. يعطيكم العافية طلابنا الأعزاء.